سلام عليكم. نداء الإنسانية. ما كاينش المغاربة اللي ما تفرجش في الفيديو ديال الأستاذ المعتقل السياسي محمد زيان. فيديو كان مؤثر بك جميع المغاربة كبار وصغار. من خلال هذا الفيديو شنا الظروف ديالو الصحية المزرية المتدهورة اللي كيعاني منها. عيبو عار راجل بالغ 82 سنة قابع في السجن. من خلال الفيديو بغينا ندير واحد الحملة شعبية نداء لكل المغاربة الأحرار والحرائر الشرفاء والشريفات بمختلف توجهاتهم والانتماءاتهم داخل وخارج الوطن. كل واحد فيكم يدير فيديو بجميع اللغات أو اللكنات يقول أفرجوا عن محمد زيان وأنقذوا حياته قبل فوات الأوان. هذا نداء الإنسانية بعيد عن الصراعات السياسية، لأن محمد زيان محتاج الرعاية والدفع العائلي ويكون يتواجد داخل الأسرة دياله ما يكونش في السجن. أن السيد بالغ من العمر 82 سنة هذه ماشي من القيم ديال المغاربة أو القيم الإنسانية. لهذا جاء الوقت المغاربة اليوم كلهم كيقولوا صوت واحد الإفراج عن محمد زيان وأنقذ حياته. لهذا ما تنساوش واحد الهاشتاك أفرجوا عن محمد زيان يدار بجميع اللغات في المواقع وتنشر في مواقع التواصل الاجتماعي ونوصلوا صوت محمد زيان. هذا نداء الإنسانية وشكراً.